ربنا ستر وبمعونة ربنا ومعونة بتاعتكم جينا بالسلامة، ومصر تمايل بخير وربنا ينصرها. احنا عائلة الحاج اتولدنا في لبنان وعشنا في لبنان طول عمرنا يعني في لبنان، ماما اتولدنا 45 سنة والحجز 50 سنة في لبنان. العودة من اللي عم يحصل والمشاكل مشاكل وحرب وفايتين حرب ما عارفين مشان العيال. صحيح نحن بمنطقة بعيدة عن الحرب بس عم نسمع أصوات وعم بيصير في خوف للولاد، وما لنا غير مصر، ومصر الوحيدة اللي طلعت فينا. وهينا توصلنا على السفارة عن طريق السايت الانترنت واتصلوا بينا، وكل يوم اتصلوا بينا والحمد لله نسقنا بالأوراق وكده، وكنا على أول طيارة نازلة مصر. بالنسبة كلبنان وسفارة مصرية بلبنان كان سوبر أمان الحمد لله. مطار رفيق الحريري الوحيد أمان بالنسبة كمنطقة المطار كلها، عشان في لغاية دلوقتي يعني ربنا يستره، عشان في مصر فيه وكذا دولة فيه، عشان كده هم سايبينه في حاله عشان اللي زينا تعرف مصر تطلعهم من هيدا الخراب اللي حيحصل في لبنان اللي أكيد لبنان مش مستهلاه خالص. مهما نحكي نحن عاجزين عن شكرة أكيد، مهما نحكي الحكي ما حيوصف شيء، بس هذا الأمان اللي احنا فيه بفضله وفضل ربنا أكيد، وفضل أكيد مصر. الله يلطف الشعب اللبناني ببلد لبنان اللي هو بلدنا التاني، وأتمنى شوية أمان ربنا يديها لها قد ما عطى مصر.